السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسين عبد الرزاق من صفحة الهندسة الطبية الحيوية في العراق. طبعا اليوم عندنا مسابقة من سيربح العلم. المسابقة هي كالتالي، الشروط مالتها للتذكير انه المتسابقين عندنا ستة، كل واحد إلى بث خاص بيه، كل واحد يعني إلى بث خاص بيه، وبي 15 سؤال، 5 أسئلة طبية، 5 أسئلة هندسية، و5 أسئلة عن الأجهزة الطبية. فهسه ننتظر المتسابق الأول عندنا يدخل على مود راح نسأله. طبعا اكو 3 مستويات للصعوبة، سهل، متوسط، صعب. كل سؤال عليها عدة نقاط، النقاط راح تبقى رصيد وياك. الأسئلة السهلة عليها نقطة، المتوسطة عليها نقطتين، الأسئلة الصعبة عليها 3 نقاط، وهذا الرصيد راح يبقى لحد ما بعد التصفيات، خلينا نسميها. طبعا دخل مالتنا المتسابق. وين اسمه؟ ماشي. شلونك علي؟ طبعا المتسابق عندنا علي الحواس. علي الحواس طالب سادس، راح يتوجه إلى المرحلة الأولى إن شاء الله، إن شاء الله ينقبل هندسة الطب الحياتي. صراحة الطالب علي الحواس أدى جرأة، هواي ناس ما قدروا يعني يتجرؤون هاي الجرأة، إنه اشترك رغم إنه هو مو طالب بالهندسة الطب الحياتي، لكن قال المهم المشاركة، المهم استفاد. طبعا ده يحمل بعد أعتقد يمه، فأكو هواي طلاب مرحلة رابعة ومرحلة خامسة وطلاب متخرجين تظلت منهم انه يشاركون، لكن اغلبهم قالوا انه يعني ما يقدرون البث مباشر وكذا. فهي خطوة جدا كبيرة، الطالب سادس انه يعني يخطو هاي الخطوة. بالله هسه هو علي طالع يمكم لو بعده، لانه يمي بعده ما طالع ده يحمل. دقيقة، طلع هسه بكت يرجع. كلش ذكي هو، تعرفوه يعني؟ كلش ذكي هو. ننتظره يدخل. اوكي هو داخل، راح ادز له طلب مرة الأخ. حسي الله السلام عليكم. الله يسعدك، عيني. شو اخبارك؟ صحة. بداية لطيفة، طبعا بداية لطيفة، طبعا ارحب بيك بالبيج مالتنا، شرفتنا. الله يسلمك. يعني نبدي بالمسابقة نبدي والله، يعني. ترى ما قارب دايما. اي خو حقك. لا ان شاء الله ان شاء الله نتساعد، هاي النقطة. والنقطة الاخرى انه اهم شيء المشاركة، واهم شيء انه نستفاد، انت تستفاد، اني استفاد، والمتابعين يستفادون في كل الاحوال. طبعا انا محضر يعني اغنيه راح تكون اثناء يعني اثناء المسابقه، اللي هي نفس اغنيه مستر ربح المليون. يعني جزء توترك شويه، بس احنا نريد انه نترك، يعني ما تريدني اعطيك 30,000 بسهوله يعني. ها ماشي. علي حواس طالب سادس متوجه الى المرحله الاولى. راح نبدا بالاسئله السهله، كل سؤال عليه النقطه. ماشي، واحنا يعني عندي ورقه هنا يمي راح اسجل النقاط. ماشي، ماشي، مستعد ان شاء الله؟ يلا ها مستعد. طبعا عندك 30 ثانية، 30 ثانية لكل سؤال. طبعا نسيت اجيب التايمر، دقيقة بس من رخصتك. ماشي، جيت وقفت على 30 ثانية كل سؤال. مضبوط. هسه راح نبلش. أول سؤال، ها طبعا دقيقة الأغنية لازم يعني ما ترهم عيني. أول سؤال، ما هي وظيفة المتسعة؟ سؤال هندسي، سؤال هندسي، خزن 30 الطاقة ثانية. الكهربائية، تجميع الطاقة الكهربائية،
ماشي، يعني شحن وتفريغ نقدر نقول، يعني تفريغ الطاقة الكهربائية. سريع. من ماذا تتكون المتسعة؟ من صفيحتين وبينات مادة عازلة. لوحين موصلين اوكي، يعني الشحنات وين تكون؟ على الطرفين، على الطرفين المتقابلين. الشحنات على الطرفين، تمام صحيح. كم يبلغ عدد الأسنان اللبنية عند الأطفال؟ 18. قربت، خلني أساعد شوية، زود 20. 20 صحيح. ماشي. جزء طفل عن طفل يختلف بعد ما أعرف. أيهما أثقل، العضلات أم العظام؟ تسمعني؟ أي وياك أفكر بهذا. ماشي. لا العضلات فيها مي. العضلات أثقل من العظام صحيح. ما هو اسم الجهاز الذي يؤدي وظيفة التخدير؟ هاي شوية صعب. هاي أسئلة مع الأجهزة الطبية. أسئلة مع الأجهزة الطبية هذا. شوف، هو جهاز التخدير أو عربة التخدير، بس أريد اسمه بالإنجليزي. أتذكر اسمه بالإنجليزي بس مو كلش. اليوم كنت طلعت عليها مثل ما قلت لك. إيه قرب لك. شوف، هي عربة التخدير، عربة ماشين، هاي منتهين منها، يعني فتشي ماشين، آلة ماشين، آلة ماشين عربة. أوكي ماكو مشكلة، ما أعرفه. يعني سامع بي قبل لو لا، على مود أحاول أقرب لك إياها. لا ما يفيد. أنا أقول لك ماشي. إحنا لحد الآن عرفنا أربع أسئلة، تمام؟ أسئلة سهلة، كل نقطة عليها يعني كل سؤال عليه نقطة. يعني السؤال الخامس اللي هو ما اسم جهاز التخدير؟ أنستيجيا، أنستيجيا ماشين. مر علي. مار عليك. ما هو اسم الجهاز الذي يستعمل الموجات فوق الصوتية في التصوير؟ موجات فوق الصوتية؟ أي يستعمل موجات فوق الصوتية في التصوير. هذا هندسي. هذا أجهزة طبية يعني. أما أجهزة طبية؟ أي أجهزة، هو جهاز يستعملوه بالتصوير، أجهزة طبية، جهاز طبي. الارماي؟ لا. سي تي سكان؟ لا. أعبر. لا راح أقرب لك إياها، يستعملوه للحوامل أكثر شيء. السونار. أي السونار، يعني قرب لي إياها بالإنجليزي أريده. شوف. الموجات فوق الصوتية. كلمة فوق الصوتية هي شنو؟ الصوت شنو الصوت بالإنجليزي؟ voice أو sound. الصوت sound. زين، فوق الصوتية up sound شنو؟ لا، ultrasound. على كم السؤال؟ ماشي، هذا نعتبره نقطة. هم قول ما ساعدتك، هم قول ما مداريك ترى. لا صراحة عيوني. وصلنا للأسئلة المتوسطة، كل سؤال عليه نقطتين. ماشي. كل سؤال عليه نقطتين. دقيقة أخي، غير الأغنية لأن هاي راد لها صفنة، لأنه مهندس بالتكنولوجيا وطبعا شوف عندنا أول سؤال ضمن الأسئلة المتوسطة. تحت أي جهود تعمل المتسعة؟ شلون؟ تحت أي جهود تعمل المتسعة؟ يعني شلون؟ يعني شنو الجهود اللي يتسلط عليها على مود تشتغل؟ يعني هي عبارة عن رينج، يعني من إلى؟ من إلى، يعني حسب نوعها. أي من ناحية الفولتية؟ من ناحية الفولتية، يعني هي شقد تتحمل أكثر شيء تقدر تقول، يعني كمعلومة هيك شي عام. حسب هذا وكل سؤال تحدد، يعني أنت كمعلومة عامة عندك المتسعات شقد تختلف حسب إذا بها عازل أو لا، المساحة السطحية، البعد بيناتهم. صحيح صحيح، بس هو يعني كرينج
يعني كتعريف للمتسعة من إلى. ما ماخذينك شيء ولا اتوقع، يعني تختلف من متسعة لمتسعة، اذا كانت نوع اللف صحيح كانت صحيح، أنا بدي أحكي عن المتسعة بشكل عام، مدى أتطرق إلى أنواعها. ما اعرف لا. هي من عشرات يعني عشرات الفولتات إلى آلاف الفولتات، يعني كرينج يعني ثابت، يعني هو من العشرة إلى الآلاف، ممكن تتحمل آلاف الفولتات، يعني هو مجرد جواب شيء رسمي خلينا نقول. يعني جواب هو مو فد شي ثابت إيه هو ولا مو فد فد شيء شي ثابت، أنا أقول لك مو فد شيء ثابت، يعني إنه حسب نوعها وحسب المادة العازلة وكذا أكيد يعني، بس تقدر تستعمل 10,000 عادي اذا كرينج يعني كان إنه ممكن تتحمل إلى آلاف الفولتات. ننتقل ما للسؤال اللي وراه، اوكي. ما هي العوامل الأساسية التي تؤثر على سعة المكثف أو المتسعة يعني؟ المساحة قلتها قبل شوي، المساحة والبعد والمادة العازلة. مساحة السطحية، البعد، المادة العازلة. ماشي، نقطتين صار عندك. يعني ستة زين هسه هسه لا سبعة، والله مزيان. هي التوتال 27. اي دقيقة ماشي، كم عدد فقرات العمود الفقري؟ سؤال طبي. 32 32 نعم ايش قد؟ 32 32. 32 لو 28 اي في 28، انت من 32 قربت يعني، 31 هي اصعد يا اخوي اصعد. 33 33. زين نص نقطة. نعتبر انه عرفته. ماشي، ما عدد عظام الجمجمة؟ 12 لا لو 12 لو 8 لا، وانا اذكر مع الطفل ترى الطفولة ما تقول عدد عظام الجمجمة. شوف ذاك ايش قد كان، 33، اي يعني عبارة عن 3 3، نقص واحد من كل 3 3. أربعة، شلون أقرب لك إياها صراحة. 33 ناقص واحد من كل 33 تسعة لا لا مو ايش قصدي، انه عندك احاد عشرات، ثلاثة بثلاثة، نقص واحد من الاحاد من واحد من العشرات، 22 22. ماشي ماشي. بس كوش ما نسيت مليون هاي طيب عدد خمسة من نكمل الاشارات، هذا السؤال على الاجهزة الطبية. هو احنا اول شيء ايه راح تكون بكل نوع، يعني سهلة صعبة متوسطة، راح تكون عندنا اثنين، عفوا اثنين هندسية، اثنين طبية، واثنين أجهزة طبية. الأجهزة الطبية راح تكون بالأخير. سؤال من الأجهزة الطبية، عدد خمسة ايه من الإشارات الحيوية التي يقيسها جهاز مراقبة المريض، patient monitor. اي شلون اكتب ايه لا لا سهلة، شوف patient monitor هو جهاز مراقبة المريض، ماشي لحد الآن، اشارات حيوية الضغط يقيس اشارات والسكر حيويه. هي الاشارات الحيويه بالجسم شنو؟ اشارات الحيويه نبضات عدد القلب عددهن. نبضات القلب صحيح، ضغط ضغط صحيح. السكر لا ما يقيس السكر، موتر لا ما يقيس السكر. كثافة الدم لا اخوان لا تغششوا، شيني هاي، انا اذا تريد اذا تريد مساعده من عندي لا تباوع للشات، انا اساعدك. درجة الحرارة درجة درجة الحرارة الحرارة، درجة الحرارة هاي ثلاثة، بقى اثنين. بقوا اثنين شوف انت قلت نبضات القلب، هو سرعة القلب، سرعة النبض نقدر نسميه، سرعة النبض مو نبضات القلب. ايه اكو شيء هم يتعلق بالقلب، اكو شيء يتعلق بالقلب. كالزوجي قلت لي لا ما يتعلق ما له علاقة لا لا يتعلق بالقلب، اكو شيء يتعلق بالقلب، كذلك مثل سرعة النبض. القلب بي شنو؟ بطينات
لا اي ادري، طيب بس يحطوا لك الكترودات، ليش يحطوا لك الكترودات على حتى الصدر؟ يراقبون تخطيط مع القلب، هذا الجهاز مع تخطيط هيك يشتغل. تخطيط القلب بالضبط. يعني اربع هذا يعتبر بقت لك وحده. ترى الجهاز بوحده. صحيح صحيح، هو جهاز الاي سي جي الكتروكارديوغرام صحيح، لكن بيشنت مونيتور ايضا بتخطيط قلب، هو يسموه مراقبه المريض، يحطوه بالوحده العنايه المركزيه. نشاط الدماغ، تخطيط الدماغ لا ما يقيسه البيشنت مونيتور. بعد لك وحده، اللي واحدة شوف احنا قلنا الضغط، درجه الحراره، سرعه سرعه النبض، بعد شنو تخطيط القلب، بقى بعد. شوف اشارات الرأي، حيويه، اشارات حيويه يقوم بها الانسان. راقب الرأي، يعني هو ايش دا يصير بالرئه؟ انا اريد يتنفس، يتنفس، معدل التنفس ماشي، معدل التنفس. ايه معدل التنفس ماشي. ايضا هو من الاشياء اللي يقيسها هو نسبه تشبع الدم بالاكسجين، اللي هي يسموها اس بي او 2، ايش قد اكو اكسجين بالدم تمام. هاي الخطوة اللزوجة، هاي ايضا شايف هذا اللي يحطوه بالاصبع، اللي يحطوه اكو سنسر يحطوه بالاصبع، هو هذا يقيس هذا جيش بالضبط بالضبط، يقيس نسبه اس اس تشبع بي الدم فقط. بالاكسجين ويقيس البولس ريت سرعه النبض. اي السؤال اللي وراه، شوف عدد خمسة من الأجهزة الطبية التشخيصية. رنين، السي تي سكان، إيه؟ ال حلو جهاز حلو. سكتة القلب، الاي سي جي، نعم؟ الاي سي جي، إي سي جي صحيح تشخيصي. وما الضغط وما السكر. لا تقول لي غيرها. مال الضغط ومال السكر. تشخيصي تشخيصي صحيح صحيح، عاشت إيدك. كذلك ممكن نعتبر السونار أيضا تشخيصي. لا الأجهزة واضح. المختبرية أغلبها تكون تشخيصية، الأجهزة الطبية المختبرية أيضا ممكن تكون تشخيصية، يعني أغلبها خلينا نقول. أو حتى يرهم هذا ما الدم اللي مرني شفت السوري اللي يعزل البلازما بالتطبيق بالتيوبات ولازم توازن، هم يعتبر تشخيصي؟ لا هذا ما يشخص، ما يشخص هذا، أكو أنواع تشخص بعض الأمراض يعني، بس هو هذا ما يشخص، هذا مجرد يفصل الدم، يعني ما يشخص المريض أنه شنو بحاله، يفصل مكونات الدم، يطلع البلازما او المصل، مصل الدم او السيرم، بلازما او السيرم عن مكونات الدم، يعني يعني يفصل قصدك سوائل. شيء آني، فشي تشخيص اي آني في يعتبر الاستخدام. مو تشخيص، انما يعتبر جهاز مساند. مساند هو، شوف اكو اجهزه مسانده وتشخيصيه واكو اجهزه علاجيه، وهذا سؤال انا قايل مدري مدري من المشتركين. يلا اذا باوع البذغ يعني وصلت لمعلومه. وصلنا للاسئله الصعبه، كل سؤال عليه 3 نقاط ماشي عيني. اي ما هي استعمالات المكثف أو المتسعة؟ عدد لي ولو 3 منهن، هن 5. يعني الأجهزة اللي تستخدم بيها لو يعني الاستعمالات التطبيقات، بصورة عامة، التطبيقات الاستعمالات. يعني هو تقدر تربط الوظيفة مالته. بالكاميرا أذكرها مال سادس ليس أذكرها، كاميرا نعم. أنا طبعا ما كاتب الجهاز الإجابة بس هو الصدمات الكهربائية. يعني استعمالات كهربائية على مود شنو؟ صدمات الكهربائية فرغ الطاقة مالته بجسم المريض حتى يعادل النبضات مع قلبه. ما متأكد أنا من هاي المعلومة، لكن نقول صحيحة، يعني ما متأكد إنه أكو متسع بالدائرة الكهربائية. الصدمات الكهربائية هو جمع طاقة كهربائية وفرغها بجسم المريض. هو كحكي ده يصير صحيح، بس أنا ما متأكد. أنا أقول لك يعني جزء استفدتني، بس استفاديت يعني انه يستعملوه بالصدمات الكهربائيه. لا يمكن 10 مرات عادي هو من المتسعات. والله ما اتذكر صراحه، ما على العموم نعتبر صحيح ماشي ماشي وباللقطة الصوتية، وباللقطة الصوتية وبالكيبورد. صحيح بالكيبورد صحيح. ها هي هسه ماشي 3 نقاط. كم عدد فقرات عنق الإنسان؟ عدد الفقرات ستة. يا أخي أنت دائما تجيبها هيك يعني، بس شوية بعد وانا بقى من النوع اللي اطلع
اقرا هوايه بس ما اقرا بدقه، يعني المعلومه مو دائما ثابته براسي، ما اقرا ايه بسعقب ولا اقرا بس بحل. حلو، خش معلومات عندك يعني. انا لا يا الاسئله الطبيه نص اغلبها ما اعرف ساعدتني، يعني، ما اعرفها انا، بس جابوا لي الاجابه. نص ساعدتني بيها. لا بس هو انا ما اعرفها يعني، لو مو الاجابه يمي ما كان عرفتها، ما مطلع يعني، قريب من السته قريب. لو 8 لو 4 لأن ذكر زوجية. ستة لو ستة لو ثمانية سبعة سبعة سبعة؟ ماشي. اي ماشي ايه اوكي. ماشي، 3 نقاط. ما هي وظيفة، شوف دقيقة هذا دقيقة السؤال، نقاط هذا دقيقة. السؤال يعني يحتاج تفكر فيه. شوف ايه هذا السؤال يحتاج تفكر، هو سؤال أجهزة طبية وصعب، جوز اكو ناس متخرجة وما تعرف هذا السؤال، بس انا جبته لك لان اريدك تفكر تشوف شلون انه حل الموضوع يعني الخاص بالاجهزه. السؤال ايه الاخير، ما هي وظيفه حساس الحراره او تمبريشر سنتر في الاجهزه الطبيه المختبريه؟ وما هي المكونات الواجب تواجدها لتؤدي هذه الوظيفه بشكل كامل؟ هذا السؤال انا مسويه. هذا البكالوريا موجود، الله عليك. لا لا شوف فكر، اجهزه مختبريه، الاجهزه المختبريه تتعامل ويا شنو؟ ويا درجة الحرارة. صحيح، بس هي تتعامل ويا شنو يعني؟ انت شنو الاجهزه المختبريه، من تروح المختبر يسحبون شنو؟ يسحبون دم، تتعامل ويا الدم. بدي ويا الدم. زين، اكو بعض التحاليل لازم يبقى الدم شنو درجة حرارة 37. بدرجه حراره 37 لدرجه حراره الجسم. زين، شنو وظيفه حساس التمبرشر سنسر؟ حتى يمنع التكثر مال الدم اتوقع. لا مو هي صحيح، بس مو التخثر مال الدم، هو حساس الحراره شنو وظيفته هنا؟ انه يحافظ على درجه الحراره 37. ماشي اللي حاط مال درجة الحرارة 37 اي حتى اي إذا زين راح يتكثر راح صحيح، يجيك التأثير. تكمله السؤال، ممكن تزود درجه الحراره ممكن تقل، فهو لازم يحافظ عليها، بس هو أي مجرد حساس يتحسس درجه الحراره. اذا كل ما تشوفه بجهاز طبي مختبري اكو تمبرشر سنسر، لازم اكو جزئين اساسيين ضمن الجهاز تكمل وظيفه التمبرشر سنسر، حساس الحراره، على مود تحافظ على درجه الحراره هاي. شني؟ نعم؟ ترمومتر لا هو شوف، متى بس درجة حرارة الجسم؟ نريد نحافظ على درجه حراره الجسم 37. احنا نريد نحافظ ولا نريد نقيسها؟ احنا نريد نقيسها. شلون نقيسها؟ بالتمبرتشر سنسر. شلون اي نحافظ على هاي؟ احنا النتيجه النهائيه نريد نحافظ على هاي درجه الحراره بداخل الجهاز. ماشي؟ احنا نريد نحافظ، نحط سنسر على مود يقيس ايش قد اكو درجه حراره حاليا. اذا صاع ايوه شنو؟ واذا نازله شنو؟ اذا اكو لازم جزئين بهاي الحاله، اكو لازم جزئين بالدائره الكهربائيه. يعني اذا اريد نعيد سؤالك، ايش نحتاج حتى نحافظ على درجة حرارة الدم؟ نعم ممكن، بس انا تساعدك قلت لك التمبرشر سنسر شنو وظيفته. يعني نحتاج انه فد شيء يسخن الدم اذا برد ويبرد هيتر الدم اذا سخن. هيتر 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 اي نحتاج هيتر. هيتر زين، زين الهيتر شو وقت اذا نزلت الدرجة عن 37 او هذا الدرجة اللي لازم يكون التخفض. بها التحليل، مو شرط تكون 37 للعلم يعني. نحتاج هيتر اذا نزلت هاي 37 نزلت، نحتاج هيتر يسخنها تصعد الدرجة، تصعد ايه 37. زين، إذا زادت إيش نحتاج؟ مبرد ايه مبردة يعني، يعني كومبريسر اتوقع. فان يعني مروحة. اي فان. فأنت دائما من تشوف جهاز طبي مختبري أو ممكن حتى جهاز طبي تشوف بيه هيتر، أكيد لازم أكو تمبرشر سنسر وأكيد لازم أكو فان. ماشي؟ يعني هاي نوعا ما نقدر نتخذها كقاعدة. حتى يعادلها. بالضبط، هاي احلى 3 نقاط. ماشي، هسه خلينا نحسب النقاط اللي عندك، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22. يعني هسه درجتك 22 من 27، والله عاشت ايدك. والله تلزق صارت الصراحة، بس لا والله يلا. خوش عندك، ترى خوش عندك معلومات يعني، انا ما توقعت انه راح تعرف المعلومات الطبيه مثلا عدد الفقرات هاي، تجربتها هيك قريبه كلش يعني.
بلي هذا وقلت لك انا ساعدتك ولا لو ما ساعدتك صراحة. قلت لك انا بنقرا شاطر، ما اقرا انه بتعمق الا مثلا اقرا على الطب ولا اقرا عن كل شيء، مرات انسى. يعني طبعا ان شاء الله نشوفك بالتصفيات، ما احنا راح نصير تصفيات، انه راح ناخذ راح نسوي بث لكل، لا راح نسوي بث لكل متسابق. هسه انت سويت لك بعدك وخمسه، هم اسوي لهم بثوث، اي اخذ وبعدين كل سته اخذ اعلى نقاط، يعني اعلى ثلاثه محصلين نقاط، ماشي؟ هذول الثلاثه ارجع اسوي لهم بث اسئله جديده شويه راح تكون اصعب، راح يطلع منهم واحد، فهمتني؟ لا يا الله راح نبيها. فان شاء الله اشوفك بالتصفيات، تستاهل صراحه، وان شاء الله يلا تنقبل، ان شاء الله تنقبل هندسه طب حياتي بارقى جامعه بالعراق. قدمت على بغداد وراء النهرين ونشوف ايش قد الله معدلك؟ يسهل. ايش قد معدلك؟ 94 صاروا بالاضافه تقريبا 94 ويا الاضافه تطبيقي؟ 97 و94. ها 97 تطبيقي مو؟ اي ان شاء الله تنقبل، تنقبل ان شاء الله بغداد، يلا بغداد بغداد اعتقد تنقبل لانه اتوقع التطبيقي. نهرين، اتوقع نهرين لان العام بغداد قبلت 95.4.7، فاذا فرضنا انه 96 صعدت انت على حجك تقول اي حتصعد اقل شيء درجه ونص درجتين، فعن نهرين معول النهر واثنيناتهم زينات. اثنيناتهم زينات طبعا، يعني هن النهرين والخوارزمي يعتبرن انه نواة الطب الحياتي بالعراق. اصلا نفس البناء هم اثنيناتهم بالجادريه. اي اثنيناتهم صحيح. كل التوفيق الله ان شاء يعافيك. الله، ان شاء الله نشوفك بالبث الجاي انه بالتصفيات، وان شاء الله انه نشوفك بفعاليات جديده تبهرنا، ممكن تصمم مشاريع. متفائل بك صراحه لانه انت شخص تعبان على نفسك، عندك هواي معلومات والتطالب. تكبر ايوه راسي هاي هو. لا لا والله فعلا، يعني انا متشنت بالسادس ودعتك، هسه انت جبت 22، لو جبت اني 10 احمد ابي وشكرا والله. عيوني شرفتنا بالبيج، وان شاء الله مو اخر مره نشوفك. ليش شرف ممنون يا طيب، كل التوفيق ان شاء الله. أشكرك حبيبي ممنون. فيما لا متابعينا، نلتقيكم على المتسابق الجاي، راح يكون طالب، عفوا مهندس متخرج. فيما لا.